أرحب في النقاش القادم متابعينا بضيفي من رام الله الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، ومن القدس الباحث في معهد تروما للسلام في الجامعة العبرية دكتور روني شاكيد. أهلا بكما ضيفي. أبدأ معك سيدة تمارا، بداية كيف تنظرين إلى اكتمال اليوم الثالث أو الاقتراب من اكتمال اليوم الثالث من هذه الهدنة؟ الأمور يبدو كانت سلسة على عكس اللحظات الحرجة التي شهدتها الهدنة ليل البارحة. هل يبدو أنه سيتم التمديد الآن لأربعة أيام أخرى ومن ثم النظر في تمديد ثالث؟ أم ما هي القراءة بالنسبة لك؟ بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولضيفك الكريم ولقناتكم الكريمة. أولا، هذه الهدنة الإنسانية هي عبارة عن مرحلة برزخية، بمعنى مرحلة اختبارية، إما أن يكون هناك يعني استمرار لهذه الهدنة فقط لمدة أربعة أيام، أو عملية أن يكون هناك تمديد لهذه الهدنة الإنسانية. باعتقادي أن هذه الهدنة الإنسانية بالفعل هي نجحت بكل سلاسة، يعني كان هناك بعض التجاوزات من قبل إسرائيل، سواء كان كعملية إطلاق النار على بعض المواطنين أو عملية أن تخفيف موطأة دخول المساعدات الإنسانية، ولكن كان هناك بالفعل استمرارية هذه الهدنة على أرض الواقع. لكن باعتقادي أن هذه الهدنة هي حاجة لثلاثة أطراف، وهي الطرف الولايات المتحدة الأمريكية حاجة لهذه الهدنة الإنسانية حتى يتسنى استمرار هذه الهدنة وتمديدها على أرض الواقع لتخفيف الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد بايدن. من قبل أصبح هناك الأصوات الأمريكية التي تطالب أن يكون هناك بالفعل وقت إطلاق النار، لكن فضل الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية فضل بترسيخ هدنة إنسانية حتى يتم بالفعل إخراج الرهائن الأسرى الإسرائيل الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية، وبالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. ناهيك أن هناك حاجة أخرى، حاجة للفلسطينيون، بمعنى أن واقع المدنيين في قطاع غزة بالفعل وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، نظرا أن أصبح هناك مساعدات لكن الناس التي كانت تدخل في سياق كانت عددها بسيط أصبحت الآن تدخل 280 شاحنة. هذا طبعا يعطي ثقافة نوعية للمدنيين الفلسطينيين وإنقاذ دعيني فقط سيدة تمارا قبل أن تكملي أن أشير إلى هذا العاجل. رئيس الوزراء الأردني يقول إن التهجير يشكل خطا أحمر وننظر إليه كإخلال جوهري بمعاهدة السلام ويمثل إعلانا للحرب علينا. تفضلي أكملي قبل أن نتحدث الآن عن الإجراءات الإسرائيلية والتي يقال إنها تدفع باتجاه هذا التهجير. نعم، هذا صحيح. كان أحد الأهداف الأمنية والعسكرية فيما يتمثل الواقع إسرائيل كانوا يريدون القضاء على المقاومة الفلسطينية. والنقطة الأخرى فيما يتمثل إذا كان هناك كان من الممكن أن يكون هناك تهجير الواقع الفلسطيني بالتحديد من قطاع غزة فقط سيناء، لكن هذا الامر لم ينجح على ارض الواقع نظرا ان واقع التهجير تم رفضه من قبل الجانب المصري ولم اشار اكثر من نقطه. طيب سافصل معك حول هذه النقطه بعد قليل، كون العملية القادمة في جنوب قطاع غزة حتى بحسب القراءات الأمنية المصرية يبدو أنها ستجعل من عمليات النزوح نحو أقصى الجنوب أمرا واقعا. ولكن قبلا سيد شاكيد، جال اليوم في قطاع غزة نتنياهو رفقة أركان حربه في رسائل عدة سياسية وعسكرية، كيف قرأت هذه الرسائل في الداخل الإسرائيلي؟ بالنسبة أهلا وسهلا بكم وأهلا للدكتورة تمارا في رام الله. لازم نفهم أنه في إسرائيل أهم من كل شيء من كل شيء هو المخطوفين. هذا كل الجرائد كل التلفزيونات فيش ولا غير موضوع غير المخطوفين. هل إحنا عارفين نتنياهو برضو لما طلع اليوم لغزة وحكى داخل غزة مين هناك رئيس الوزراء حكى هناك بالنسبة لإيش حكى بالنسبة للمخطوفين،
وقال ان شاء الله يرجعوا كل المخطوفين من 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 من, من غزه باسرع وقت. هذا إشي اللي بهمنا، وبرضه رئيس الوزراء عرف الإشي هذا، هذا السبب اللي حكى برضه من غزة. يعني ولكن اسمح لي، يعني الإشارة من قطاع غزة أن هؤلاء سيعودون، ربما فهم أنه يقصد العودة عبر عمليات عسكرية. من وصل إلى إسرائيل حتى هذه اللحظة من المحتجزين وصلوا عبر صفقة مع حركة حماس، وفشل إسرائيلي في الوصول إليهم عبر الآلة الحربية. إذن ما قيمة هذه الرسائل التي يرسلها نتنياهو إن كانت غير قابلة للتحقق؟ ولكن قبل أن دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل، وكانت الصحافة الفرنسية تقول عن مصدر مقرب من حماس أن موافقة الحركة على تمديد الهدنة تمت وستكون بين يومين إلى 4 أيام كما كنا نتحدث في ساعة بث سابقة. تفضل سيد شكيد. اوكي، اول شيء بالنسبه للهدنه، انا بفكر حماس بدها الهدنه، اسرائيل مستعده تمشي للهدنه هذه كمان 4 ايام عشان المخطوفين زي ما انا قلت. الاردن بدها، مصر بدها، امريكا بدها، ورئيس الخارجيه الامريكي رح يجي لاسرائيل الاسبوع هذا، وهو بده انه يكون التمديد للهدنه، لانه تمديد الهدنه هيك بيفكروا، مش في اسرائيل بيفكروا هيك، اما بكل المنطقه انا بفكر انه بيفكروا انه تمديد الهدنه هي المفتاح لانه نجي لهدنه كامله داخل غزه. اما زي ما احنا سمعنا اسرائيل برضه اليوم رئيس اركان الجيش وبرضه رئيس الوزراء حكى انه بعد الهدنه احنا بدنا نستمر بالحرب. هذا شيء. هل قد بالنسبه للسؤال الرئيسي اللي سالتي، صح اسرائيل ما نجحت تسأل المخطوفين، لانه اغلبيه المخطوفين زي ما احنا فاهمين وزي ما اسرائيل تقول موجودين في جنوب غزه مش في شمال غزه. هذا من السبب الرئيسي. ثانيا، في 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 زي ما احنا عارفين لحد اليوم المخطوفين، هي ان كانت اسرائيل تعلم ان المحتجزين يتواجدون جنوب غزه وليس في شمالها، اذا لماذا اطلقت العمليات العسكريه شمال القطاع وادت الى نزوح مئات الالاف وسقوط 15,000 ضحيه ان كانت لديها معلومات استخباراتيه انهم يتواجدون جنوب القطاع؟ سيد شكيد. الحرب كان عنده هدفين. الهدف الأولى كان ضد حماس، مش مهم فين موجود في غزة، وزي ما احنا فهمنا برضو من رئيس بايدن قبل عدة دقائق لما حكى قال انه بعد الحرب ما بدنا نشوف سلطة حماسية في غزة. برضو إسرائيل من أول يوم ما حكت بالنسبة للمخطوفين. المخطوفين هذا كان طلب الشعب من رئيس الوزراء، أهم من كل شيء كان في إسرائيل بيوم لما فتحت الحرب، هذا كان ديت حماس، لأنه لما الكابينيت الحربي كرر شو هم أهداف الحرب، حكى هدف الأولاني للحرب هو اسكات حماس من غزة. هذا اهم من كل شيء، مش مهم اذا بدأوا من شمال وبدأوا من الجنوب. بدأوا من شمال لانه بجوز هذا كان اسهل، لانه اغلبية قوة حماس مش موجودة بالشمال، كانت موجودة في جنوب في منطقة خان يونس ورفح. هيك احنا عارفين، وكل القراءات حتى الان سيد شاكي تقول انه يعني هدف غير قابل للتحقق. ونذكر ايضا بانه عند اطلاق الجانب الاسرائيلي لهذه العمليه واعلانه الحرب على قطاع غزه قال سنصل الى يحيى السنوار تحديدا ومحمد الضيف، حتى هذه اللحظه لا يتم التطرق الى الفشل في هاتين النقطتين. ساعود اليك، ولكن قبلا سيده تمارا، بعض من ينتقدون صفقة حماس مع إسرائيل يقولون 150 تم تحريرهم و 15,000 ضحية سقطوا. سنتجاوز هذا المعطى إلى معطى آخر. الآن عمليات الاعتقال تحدث بالضفة الغربية، أكثر من 3,000 معتقل ومعظمهم بأحكام إدارية سيواجهون، ما يعني أنه لن توجه لهم تهم. إذن ما قيمة إطلاق 150 مقابل اعتقال 3,200 خلال شهر واحد فقط؟
نعم هذا صحيح، يعني بالفعل يعني العملية التي حدثت في طوفان الأقصى كان هناك خسائر بشرية عديدة، بالتحديد أن هذه العملية كان هدفها يعني اعتقال، وأيضا أن يكون هناك أخذ رهينة واحدة من قبل مستوطنات غلاف قطاع غزة. ولكن تفاجأ الأمر أن أصبح هناك ليس فقط أخذ الرهائن من قبل المقاومة الفلسطينية، أيضا هناك بعض أهالي من قطاع غزة أخذوا بعض الرهائن المحتجزين الإسرائيليون، أصبحوا الآن بحوزة المقاومة. ليست فقط المقاومة الفلسطينية تمثل بحركة حماس، هناك بعض الرهائن متواجدون ما بين أيدي الجهاد الإسلامي وحتى على مستوى الأهالي، هناك بعض الأهالي يمتلكون بعض الرهائن. لذلك عندما طالبت المقاومة الفلسطينية بعدة أيام من الهدن، كان هدفها الأساسي حتى يكون هناك تجميع للرهائن الأسرى الإسرائيليين الذين أصبحوا مشتتون في الشمال، في المنتصف، في الجنوب، وحتى قد يكون هناك في أماكن أخرى ليس فقط في البقعة التي في قطاع غزة. لذلك عندما يعني ما قصدته الإشارة بالتساؤل أكثر الآن بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وبالنسبة للغزيين، ما الذي تحقق من عملية 7 أكتوبر؟ لأنه كل القراءات تقول أن حماس كرست لنفسها كقوة موجودة على الأرض عدا عن التكريس السياسي، ولكن بالنسبة لهؤلاء 15,000 ضحية و3,200 أسير الآن في السجون الإسرائيلية، ما الذي تحقق لهم من عملية طوفان الأقصى؟ أنا سأتحدث معك بواقعية بالضبط كمستقلة، كإنسانة مستقلة بالضبط موجودة في رام الله. إسرائيل هي تسيطر على الضفة الغربية، تسيطر على قطاع غزة، يعني إسرائيل هي حتى هذه اللحظة هي المسيطر الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك عندما يتم الإشارة أن أصبح هناك سلطة، سواء كان في السلطة الوطنية الفلسطينية التي أصبحت ضعيفة ولا يوجد هناك ثقة في الشارع الفلسطيني بالسلطة الوطنية الفلسطينية حتى على مستوى قطاع غزة، هناك الكثير من يطالبون في آلية التغيير على مستوى أن أصبح هناك ترهل إداري ومالي وإلى ما ذلك، وأن كل هذه العمليات العسكرية لا تعطي أي نتائج. إذا تحدثنا بكل واقعية، إسرائيل تمتلك ترسانة عسكرية قوية جدا لا يستطيع أحد أن يتفوق عليها. إذا تحدث حتى لو كان هناك إسرائيل لم تحقق أي أهداف أمنية وعسكرية المتمثلة بالقضاء على حركة حماس، ولكن هي تستطيع أن تلقي في خسائر بشرية. البنية التحتية تهدمت، أصبح قطاع غزة هي منطقة من كل المعايير تهدمت بكل معاييره، يعني لا يوجد هناك مستشفيات، لا يوجد هناك مدارس، البنية التحتية تهدمت. لذلك الخسائر فادحة بالنسبة صحيح. لقطاع غزة، تحتاج إلى أكثر من 10 مليار دولار حتى يتم بنائها. حتى المستوى الجرحى العميق في سياق المرضى الجرحى، كيف سوف تعاد أرجلهم، كيف ستعاد أعينهم، كيف ستعاد أجسادهم؟ لذلك الواقع كان من المفترض أن يكون هناك حل واقع سياسي وليس حل واقع عسكري. يعني الواقع العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تعطي نتائج، لا تعطي نتائج بالبتة. طيب الحل الوحيد أن يكون هناك بالفعل الشعب الفلسطيني أن يختار قيادة جديدة، بمعنى أن يكون هناك انتخابات قيادة جديدة، وهذه القيادة الجديدة هي التي تتفاوض سياسيا ولكن وإداريا انتخابات مع قبل إنهاء إسرائيل. الانقسام وقبل وجود رؤية واضحة لمآلات إدارة قطاع غزة. الآن تتحدث التحليلات عن أنها ستكون إدارة سياسية ربما بتعاون حتى أمني سيفرض مع الجانب الإسرائيلي، سأعود إليك للإجابة على ذلك. ولكن قبلا سيد شاكيد، الأهداف الأولى من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتحقق، لم تدمر القدرات العسكرية والسياسية بالنسبة لحماس، لم يتم الوصول إلى الضيفة يحيى السنوار، ولو أن هذا الهدف يبدو الآن تراجع في الأولويات الإسرائيلية، وما نشهده أن المحتجزين عادوا عبر صفقة مع حركة حماس. بالتالي إن كانت أهداف المرحلة الأولى لم تتحقق ولم يتحقق منها شيء بالنسبة لإسرائيل، لماذا المغامرة العسكرية القادمة جنوب القطاع؟ أنا بقدر أعطيك جواب دبلوماسي كتير، لا لا، جواب غير دبلوماسي، جواب واقعي. احنا ما سيد شاكيل، الحرب لسه واقعي، الحرب لسه مستمر مع كل الأسف. احنا ما بدنا شو تفكري انه اللي يقتلوا ناس هذا الهدف؟ لا، إذا إسرائيل قالت بدنا يحيى سنوار، بدنا محمد ديف المصلحة كانت انه
يحيى السنوار رئيس الحكومة ورئيس السلطة الحماسية، ومحمد ديف رئيس الجيش، معناته إذا اثنيناتهم بيروحوا معناته فيش جيش وفيش سلطة. هل قد فيش سلطة والجيش القوة 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 تبع حماس لسه موجودة؟ نعم لسه موجودة القوة، أما زي ما أنا قلت الحرب لسه مستمرة وما رح يعني. سيد شاكيت سألتك هذا السؤال لأنه الأهداف الإسرائيلية بحسب كثيرين الآن تتجاوز ما تم الإعلان عنه في قطاع غزة، بمعنى هذه الحرب الآن هي حرب بنيامين نتنياهو، استمرار هذه الحرب يعني بقاء الرجل في المشهد السياسي الإسرائيلي، ومتى ما انتهت هذه الحرب وانقشع غبارها نتنياهو بحكومته بأركان حرب القطاع سيكونون جزءا ربما من التاريخ الذي سيحاسب حتى في الداخل الإسرائيلي. الآن هل من مصلحة نتنياهو الاستمرار في هذه الحرب فقط لاستمراريته هو شخصيا؟ أول شيء صح أنه نتنياهو أخيرته بآخر يوم الحرب، أنا قلت الإشي هذا على الشاشة هذه وما بستحي بقول الإشي هذا، إذا كان استقل اليوم كان بجوز يكون أحسن لإسرائيل، إسرائيل ما بدها نتنياهو كمان، أغلبية الشعب في إسرائيل بده إنه يستقل وبده إنه هو ياخذ مسؤولية على الإشي اللي صار بالسبعة بالشهر وجاب للحرب هذا. هذا إشي. ثانياً أنا ما بفكر نتنياهو اليوم لماذا السماح باستمرار هذه العمليات والشعب في إسرائيل وبيسوي الحرب مشان ما بيسوي العمليات كل الحرب هذا عشان ينكث حاله؟ لا، الحرب هو حرب عشان الحكومة الإسرائيلية، الكابينت الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي عنده اليوم بإجماع كامل بيوافق إنه الحرب هي عشان يخلصوا من حماس في غزة ويرجعوا كل السكان لبيتهم، وما راح يكون حرب وما راح يكونوا صواريخ وما راح يكون عمل إرهابي من غزة. هذا الإشي الإسرائيليين بدهم، وهذا هو الهدف الرئيسي، وهذا هو الهدف إنه الجيش اليوم بيستمر بالحرب تبعه. دكتورة تمارا، اليوم كل من لا يمتلك إرادة حقيقية لإيجاد حل القضية الفلسطينية يقول متى منتهى التصعيد أو جولات التصعيد مع من يجب التحاور، في إشارة إلى الانقسام الفلسطيني الذي يضعف من موقف الفلسطينيين في أي مقاربات سياسية قادمة. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن تحدث قبل دقائق فقط عن أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للأمن بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، ويبدو أنه يتعهد حتى بالوصول إلى نهايات في هذا المسار. ما أهمية الآن العمل في البيت الداخلي الفلسطيني؟ نعم هذا صحيح، هناك مشكلة حقيقية في البيت الفلسطيني، لذلك الواقع الفلسطيني عندما يتم الإشارة أن هناك مواقف عربية لم تتقدم في سياق الدفع نحو القضية الفلسطينية، المشكلة ليست في الدول العربية، وليست مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وليست في المشكلة في المجتمع الغربي والدولي. المشكلة الأساسية الآن في البيت الفلسطيني، هناك حركة فتح وحركة حماس، كلا الحركتين متنافرتين وطبعا يتخاصمان على السلطة، وليس من أجل الدفع نحو الدفاع عن الدولة الفلسطينية وأن يكون هناك بالفعل دفاع عن مصالح الوطن الفلسطين وإلى ما ذلك. كل واحد يعني ينظر إلى مصالحه الخاصة، ينظر إلى مصالحه السلطوية سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة. كلا الطرفين أضرا بالقضية الفلسطينية، كلا الطرفين أضرا بعملية الوصول إلى دولة فلسطينية. لذلك عندما يتم الإشارة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى قيادة جديدة، هذا بالفعل بحاجة إلى قيادة، يعني بمعنى أن الدول الأوروبية والمجتمع الغربي عندما كان يتم الإشارة إلى من سوف يقدمون الدعم، هل سوف يقدمونها إلى الضفة الغربية أم سوف يقدمونها إلى قطاع غزة؟ لذلك عملية التمويل في هذا السياق أمام مواقف متناقضة بين فتح وحماس، لن تستطيع الدول حتى العربية، الدول العربية لا تستطيع أن تقدم التمويل إلى سلطة فتح أم سلطة حماس، كلا الطرفين يتعاملان بمصالح
شخصية وليست لمصالح عامة من أجل أن يكون بناء المؤسسات، بناء الأجهزة الأمنية، بناء المدارس، المستشفيات. يعني الكثير من الأموال التي ذهبت إلى فلسطين لا نعرف أين ذهبت كواقع كالشعب الفلسطيني. كان لابد أن يكون هناك أولا وحدة وطنية فلسطينية، ثم الانتقال إلى أن يكون هناك انتخابات، والانتقال إلى عملية أن يكون هناك بالفعل توحيد الجبهة الوطنية الحقيقية، حتى نستطيع أن يكون هناك بالفعل واقع قوي، بمعنى أن يتحدث الفلسطيني بمنطلق قوي وليس بمنطلق ضعيف. وهذا يعني نقاش معقد الآن يتعلق حتى ربما بمعطيات مختلفة ستكون بعد طوفان الأقصى، ويقال إنها الآن قد تدفع حتى إلى تفتيت حركة فتح، وربما قد تخلق واقعا سياسيا وشعبيا مختلفا. ولكن هذا ما سمح به وقت النقاش ضيفتي من رام الله الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، ومن القدس الباحث في معهد تروما للسلام في الجامعة العبرية الدكتور روني شاكيت. شكرا جزيلا لكما.